اهلا بحضراتكم من جديد، شكرا معلقنا الكابتن حسين توفيق. اذا انتهت احداث النصف الاول او الشوط الاول مباراه ديربي الاهلي والزمالك ب 16-13، مباراه شافت يعني تفوق نادي الزمالك منذ البدايه، نادي الاهلي قرب الدنيا. خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم عشان نتناول الشوط الاول تحليلا مع ضيوفي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما بفكركم الشوط الاول انتهى نتيجه 16-13 نادي الزمالك. يمكن المباراه شهدت تفوق منذ البدايه لنادي الزمالك، يمكن السكور وصل فتره من فترات المباراه الفرق 6 اهداف، استطاع النادي الاهلي يقرب. يمكن كان نهايه الشوط كانت ممكن تخلص 2، ولكن في كوره في اخر ثانيه يمكن خلص فرق 3. بفكركم النهارده يوم حافل بالمباريات للنادي الاهلي، عندنا مباراه كره اليد اللي شغاله دلوقتي، عندنا ايضا في هذه الاثناء مباراه الكره الطائره النادي الاهلي والداخليه اللي بتلعب على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. النادي الاهلي والداخليه انتوا عارفين النادي الاهلي في الكره الطائره ماشي بخطى ثابته، متصدر الدوري. المباريات دي في الدور الثاني، بنرايحين على نهايه الدوري وبنقرب من نهايه الدوري. النادي الاهلي متصدر. بعد مباراه الكره الطائره هيكون في مباراه كره السله، يمكن اول مباريات فريق الاول مع نادي سبورتنج في البلاي اوف اللي هتبقى اولى مبارياته النهارده الساعه 11:30. وخلينا نروح لمراسلنا مينا ماهر من ارض الملعب في صاله الامير عبد الله الفيصل عشان ينقل لنا الاجواء، اجواء مباراه الكره الطائره النادي الاهلي والداخليه. اتفضل يا مينا. تحياتي ليك يا كابتن هيثم، وتحياتي لضيوفك الكرام، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يعني من داخل صاله الامير عبد الله فيصل وفعاليات مباراه النادي الاهلي ونادي الداخليه. الحقيقه النادي الاهلي مسيطر على زمام المباراه، تفوق واضح للنادي الاهلي على نادي الداخليه. يعني النتيجه دلوقتي هي 13-3 للنادي الاهلي، ده طبعا في ظل استكمالا للانتصارات اللي بيأديها النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. يعني الحقيقه الفتره اللي فاتت الاهلي كان في مسيره من الانتصارات لفريق الكرة الطائرة. ان شاء الله الاهلي يسيطر على ذمام مباراه اليوم ويقدر يحقق فيها الانتصار. يعني دلوقتي 14-3 لفريق النادي الاهلي، في تقدم واضح للفريق. ان شاء الله يكمل الفريق في انتصار هذه المباراه ويتصدر ويفضل في تصدر قائمه الدوري المصري. مراسلنا يعني مينا ماهر من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما شفتوا حضراتكم تفوق اهلاوي، يمكن المباراه ماشيه في اتجاه النادي الاهلي، يمكن نتيجه هتروح ان شاء الله غالبا 3-0. وكمان بفكركم النهارده كره الطائره سيدات ايضا بقياده الكابتن حمدي الصافي بيلعبوا مباراه مهمه مع نادي الصيد في الصيد. ان شاء الله اذا فزنا بها النهارده سنتوج ببطوله الدوري للكره الطائره سيدات. اروح لضيوفي في نورني في السوريا. كابتن حسام، الشوط الاول ايه اللي حصل؟ الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ زي ما قلت لك بالظبط يا هيثم، وزي ما قلت ليحيى وفارس، هي العمليه كلها الزمالك استغل اخطاء النادي الاهلي في اول 5 دقائق او اول 8 دقائق، الميس باص والتسرع على الشوط على محمد علي. فمحمد علي في البدايه كانت نسبه تصديه عاليه جدا، كان مردودها فرق 3 فرق 4، وزي ما قلت لك الدرع والاحمر هم اللي بيحلوا كل اللوغاريتمات بتاعت نادي الزمالك. فهي دي اللي عملت الفرق، يعني هي دي اللي عملت الفرق. الاهلي بيحاول يلم طول ما الاهلي في اخطاء فالجاب بيوسع، لكن لما بيقلل اخطائه فاكيد السكور زي ما انت قلت كان السكور وصل ل6، كان السكور وصول يوصل ل2 في اخر كوره. تمام، لولا خطا 3. لكن هي العمليه كلها الماتش لسه في الملعب. صحيح المباراه لسه في الملعب. صحيح كابتن يحيى، حضرتك شايف النادي الاهلي دخل المباراه غلط؟ شايف ايه اللي حصل في البدايه؟ هما دخلوا، بس ما فيش مشكله ان هما دخلوا غلط ولا حاجه، بس هما اهم حاجه ان هما يلموا بسرعه. هما بس اتخطفوا اول 10 دقائق بالظبط كده، ان الميس باس كان وحش جدا، وعدم والتسرع كمان. في فرق ان انا اسرع، المفروض هما كانوا يشتغلوا على ان انا دافع قوي واسرع على رتم الملعب، هو جيب العكس ان هما في ناس لعيبه اتسرعت والميس باس كان كتير جدا، هو ده كان فيه مشكله. وعندنا مشكله كمان في الدفاع. انا قلت من الاول واحنا بنتكلم ان انا لازم ادافع جيد جدا او كويس جدا واجري فاست بريك. الاهلي هيميزه عن الزمالك النهارده لو انت دفعت دفاع قوي مقابله تثبيت اللعيب او تثبيت الكره، مسار الكره هو اللي لازم يقف. ما ينفعش ان هم يلعبوا جوايا جوه التسعة متر عشان بيضغطوا عليا عشان توصل الكره الاحمر، يبقى هو اختراقات ويوصل للوينج رايت. انا قلت برضو ان احنا كنادي الاهلي لغايه دلوقتي ما لعبش على اجنحه، ما لعبش لغايه دلوقتي كله في منتصف الملعب وعلى ناحيه احمد عادل الفيرودز، كان فيصل ولا الجزيري ولا محسن رمضان، كله من نص الملعب. الاهلي لازم يستغل
دفاع الزمالك ان هو ما بيمسكوش الفرد كويس جدا ومتقتلين في منتصف الملعب، لازم العب على اجنحه لاسكان لكاستيلو او لسيسا، فده مهم جدا يلعبوا على الونجات. اكيد كابتن محمد شايف الاحداث الفتره الاولى او نص الاول، يعني يمكن اللي كان كابتن حسام بيقوله من الاول ان هو النادي الاهلي قوته في الموجه الاولى والثانيه والثالثه، ما شفناش ده في الشوط الاول، شفنا النادي الاهلي يمكن اهدافه اكتر اهدافه كانت بنص الملعب والاجناب والاجوان السريعه ما كانش فيه النهارده. هو ده فعلا طبعا، وده نتج عن ان كان دفاع النادي الاهلي ما كانش موافق، فمعنى ان انا دفاعي مش موافق معنى ان انا عمري ما هجري فاست بريك كده، انا قوتي وقفت ان انا لازم ادافع كويس جدا عشان اعرف اجري فاست بريك. بس في كور خدناها كابتن دفاعيا، بس بحس ان انتشارنا في الملعب ما بننتشرش بشكل صحيح. هي الفكره في ان انا كان انا في بدايه المباراه انا ضيعت السكور، بدا يحصل تسرع ان انا عايز الم المباراه، بس بالعكس انا بلمها غلط، ان انا ببدا لمرحله ان انا ابقى متسارع، انا عايز المها بسرعه، مع ان لسه مباراه اهلي وزمالك حتى لو السكور كبر ما بيني وما بينه، لا هو المباراه دايما بتبقى في الملعب، المباراه ما بتخلصش غير مع صفاره الحكم، عمر مباراه اهلي وزمالك ما بتخلص سكور 8 10 6 7، عمرها ما بتحصل كده غير في نوادر بتحصل في المباراه. شايف المباراه في الملعب لسه كابتن؟ المباراه طبعا في الملعب، مباراه اهلي وزمالك عمر ما نقدر نقول ان هي رايحه للاهلي او رايحه للزمالك غير لما الحكم يصفر، دي دايما بتحصل كده. النادي الاهلي كانت عنده مشكله كبيره، نادي الزمالك عامل تكتل جامد جدا في نص الملعب، النادي الاهلي لازم يستفيد من الحته دي ان هو يلعب على بره الملعب، وانا شايف ان كاستيلو لغايه دلوقتي تقريبا الوحيد اللي ما دخلش ولا كره من وينج رايت، ودي طبعا نقطه ضعف، انا شايف ان هي لا دي نقطه قوه عندي، المفروض ان انا ونجاتي تشتغل. سيسا دخل كورتين جابهم، كاستيلو الناحيه الثانيه ان ما دخلش ولا كوره، الفاست بريك بتاعي مش موجود خالص تماما، ان انا اجري بالفاست بريك بتاعي التسرع بتاعي ده انا شايفه ان هو لا ده اكبر غلط، لازم كابتن طارق ان هو ما بين شوطين يبدا يوجه اللعيبه ان يبدا اللعب على بره، وبالتالي ان حصل كورتين ثلاثه من على بره الملعب قدر ان هو الجزيري يلعب بيهم وقدر ان هو يوصل للملعب. تمام يا كابتن، خلاص كباتن هي لحظات وتنطلق الفتره الثانيه، خلينا نشوف اللي هيحصل الى ارض الملعب الى مجمع الدكتور حسن مصطفى ومعلقنا الكابتن حسين توفيق لنقل احداث الشوط الثاني، ونتقابل مع حضراتكم بعد احداث المباراه، فالى هناك.